اهلا بحضرتك مره تانية يا اهلا دكتور. بيك، اهلا بيك دكتور محمد. احنا وصلنا انه لما كنت حضرتك خلاص في الكليه خدوا للحجاب رمز سياسي وبداوا ينشروه، بداوا يجندوا الطلبه بالعامل الاقتصادي بشكل اساسي، بدا يبقى فيه كلام بدل ما بنقول مصري نقول مسلم ومسيحي. الصوره دي كلها لما اتكونت قدام حضرتك ادت الى ايه في مسارك او في مشروعك او في تفكيرك؟ طبعا لازم الواحد لما خلاص هيغرق لازم يبحث عن طوق نجاة، ومش هقول لك يعني ولا هضحك عليك ان انا كنت مخطط قوي لطوق النجاة ده، لكن هي جت بالصدفة، يعني مش مخططة قوي، لكن كان في الوازع. هما ثلاث اطواق نجاة يعني حصلوا بمحطات او ثلاث محطات. المحطة الاولى قسم الاداب بكلية، قسم اللغة العربية بكلية الاداب بالقاهرة. تاني محطة لقائي بزكي نجيب محمود في حوار فيلسوفنا الكبير طبعا، كنت بعمله مع على يعني ان انا اعمل مجلة، بس ما كانتش مجلة حقيقة، مجلة مطبوعة. المحطة الثالثة كان لقائي او لقاء مجموعة شباب وصداقتنا برغم فارق السن بالدكتور فرج فوده. طبعا دول كانوا ثلاث محطات فارقة. طيب الاول كلية قسم اللغة العربية كلية الاداب، قسم اللغة العربية في كلية الاداب ده عايز كتاب. في الفترة دي كان في بعض رموز اليسار كانوا في المفروض ان يبقى في قسم انجليزي، يعني حاجه غربيه يعني، وان اللغه العربيه مرتبطه في ذهني بالتحفظ، بان الناس يعني يميلوا بالمشايخ بالدرعمين، يعني هم يعني كانهم فرع من الازهر او من دار العلوم. لكن الحقيقه كنت بهرب من الكليه واروح اقعد معاهم مستمع، تحضر محاضراتهم، لا مستمع في القسم نفسه، القسم. لاني تعرفت على يعني حد كان اكبر مني شويه صغيرين، دكتور سيد البحراوي الله يرحمه. ده كان تقريبا داخل على مدرس في القسم، وكان من اقطاب اليسار، وكان متزوج اياميها من استاذه للغه الفرنسيه في كليه الاداب. كانوا اتنين يعني بيمثلوا اليسار بشكل يمكن جامح شوية أياميها. هو كان بيدرس عروض اللغة العربية، يعني العروض وازاي تعمل العروض في الشعر وكده. اتعرفت عليه وقلت له انا نفسي بس ايه اتعرف على الناس اللي قاعدة دي، لاني قاعد اسمع كل ما اروح له بسمع كلام بقى يعني يستفز غدة التفكير بشكل كبير جدا. دكتور جابر عصفور قاعد، دكتور نصر ابو زيد طبعا قاعد، اسم اللغه العربيه دكتور عبد المحسن طه بدر قاعد، ده استاذ نصر، استاذ نصر استاذ نصر كان راجل جميل جدا جدا، وكان ليه كده صوت جهوري. احمد مرسي، كانت سهير القلماوي لسه لم تتوفى، كانت بقى استاذ متفرغ كبيره يعني، هي يعني الرعايه لكل دول، وسيد البحراوي وكذا اسم. الحقيقه موقفهم كمان العملي يعني، انا ما كنتش بشوف يسار بس بيتكلم وخلاص حنجوري، لا، لقيت موقف عملي صارم ايام ما كانت المرحومه جيهان السادات بتحضر الدكتوراه، وبدأت تدخل سلك التدريس، أو يعني هتبقى معاهم في القسم. كانوا شجعان جدا الحقيقة في انهم يواجهوا، هي الحقيقة كانت ست دؤوبة جدا، ما اقدرش اظلمها، لا صحيح، ما كانتش يعني السياسة ظلمتها شوية في المسألة دي، لكن هي الحقيقة كانت دؤوبة وكانت بتذاكر. بس هو هنا في الدكتوراه مش في الماجستير، لان لا الماجستير دكتوراه ما كانش فيه معارض، لا كان السادات موجود،
يعني اعمل دكتوراه بعد سنتين. ولا وحضرت بدايات الماجستير حتى وانا في الطالب لسه في الكليه. ففي مواقف ما كانوش منقادين قوي او ما كانوش خايفين قوي من السلطه، بل دفعوا ثمن مواقف اياميه. فده المحطه الاولى. ده المحطه الاولى. زكي نجيب محمود بقى. دكتور زكي نجيب محمود، انا الحقيقه يعني ما كنتش اتخيل انه هيرد عليا في التليفون اساسا، يعني يا زوجته اللي ردت عليا في التليفون. فانا فلان ده يعني ما حته طالب في كليه يعني الطب يعني وكانت استاذه معاه في نفس القسم. انا عايز انا ومجموعه نيجي نعمل حوار مع الدكتور زكي نجيب محمود. قالت لي طب خلاص خد معاك الدكتور زكي نجيب محمود. فطبعا يعني ايه بالسهوله دي يعني بالسهوله لان ايه كنت عامل حسابي على 5 مكالمات وبعد كده هيوافق كده. قال لا لا خلاص عادي، انتوا طلبه فين؟ قلت له كليه الطب. طيب تعال. رحنا يعني عند الدكتور زكي نجيب محمود، وكانت رحله فيها برضه بعض القيود الامنيه لان كان بيته جنب السفاره الاسرائيليه جنب كوبري الجامعه. جنب قبل ما تنتقل. قبل ما تنتقل فان انت تدخل المكان اساسا وتخترق هذه السياجات الامنيه وتطلع للدكتور زكي نجيب محمود، لكن كانت رحله تستحق هذه المشقه. تستحق العناء والعناء ده كله. وخمس ساعات عايز اقول لك بلا مبالغه يعني تقريبا ما نطقناش كلام كتير الا بعض الاسئله المتناثره. وهو تولى لكن من كتر الاعجاب وان احنا بنشرب زي ورقه النشاف. هو كان عنده الحقيقه قدره رهيبه على تبسيط الفلسفه. صحيح. كمدرس. انت قاعد قدام مدرس خصوصي. سؤالنا احنا بس سالنا سؤال في الاول، ايه الفلسفه دي؟ احنا رايحين عايزين نفهم ايه الفلسفه دي. قعد يكلمنا، طلعنا في حاله انتشاء. مش عايز اقول لك السعاده اللي كلنا كنا فيها على مختلف اطيافنا. حتى ناس ما كانتش متفقه معاه فكريا يعني. وعرفنا بقى ساعتها يعني ايه الوضعيه المنطقيه، يعني ايه صرامه اللغه، يعني ايه ده مذهبه تعريف. ده هو ده مذهبه الفلسفي اللي تبناه. وحكايته. وطبعا كانت فرحتي غامره انه ينتمي للمحافظه. اللي انا يعني ابويا وامي بينتموا ليها دمياط، وكان ده ما كنتش اعرفه الا منه ساعتها. ساعتها بدات اقرا زكي نجيب محمود او دكتور زكي نجيب محمود بعمق. وانتقي كتبه التي يعني انتهز الفرصه دلوقتي واقول فين كتب دكتور زكي نجيب محمود. للاسف مش موجوده. دي يعني حاجه عابره كده وانتهز فرصه البرنامج انها دي ممكن كتب دكتور زكي نجيب محمود ممكن تنقذ اجيال على فكره من جدا. تنقذ اجيال. وناديت كذا مره وكتبت كذا مره يا جماعه هذه الكتب من الممكن انها تعمل ثوره في تفكيرنا لو احنا يعني صحيح